والله ايوا تاع داك اللي كيمشي والله شتي عرفتي شكون باين انا مسافر تاع الفرق وي لا هو بنات الناس اللي في الدبليو الله يعمرها دار ماشي كلشي ثانية بعدا كاين واحد ماشي كلشي اه ما نعموش اخويا واحد فيها واحد فيها ضروري هانية تعرف وانسى امتى غادي يهديك الله وتجي عندي وي وتنجي عندكم فمي جديد انا مال فمو وراني كان فمك على مزيان عاوتاني يا ويلي لا عاوتاني على انا نخلي دوك الجوالق فمي تهدي شوف 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 خلي داك الزبل كامل جي عندي انا والله الا عندي جوج عيادات قسم بالله ديالي ديالك ولا قسم صار قسم بالله لا 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 ديالي بسميتي ولكن اللي حدا باب سميه ديالي شوف نقولها اون بيبليك امي ما بعزيه صايبات عندي محمد سالم صايب عندي موس ماهر صايب عندي جي هنا انا قلت لهم بقاو تصاوبوا في بلادكم انا ساكن في فرنسا نصاوب في فرنسا يا ودي غير جي الى طاح كيما نكون خلي صافي ديرها في شي واحد اخر شوف شي واحد اخر مسكين فقير وديه في بلاصتي بحال ديتيني انا والله تديت هالسيمانه انا صافي بديت هنايا ما يمكن صافي بديت دابا صافي دبر راسك انا بغيت نوقف مع خويا وانت شغلك الله يحفظك اخويا وقفت مع راسك هانيه بعدا الله يلا بخير زوين هذاك النظاظر اللي درت يا خويا فنين ها 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 كيدير ها كيدير فمي راه من فوق شي شويه غلاضيتي شويه عفريت اه من فوق حيدوا له واحد الدرس من فوق وي على سلامتك خويا ايوا كيدير الدرس راه عدوه كيدير طوبايل بخير كتسناك ليلى الله يحفظك كنت تسمع لحيت مولينيكس يونس وي واش انا بيني وبينك شي عداوه نو قولها للناس اللي عندك وقولها للناس اللي عندي تاهم علاش فين ما كيدخلوا مولينيكس قال لك مولينيكس هادي اليوم مولينيكس كيضحك صاحبي نو اش بيني معاك انا دابا ها انتم دابا عايرني كاع عادي انا عارف وكيضحك كاركتير بس علاش كدوها بصح الله اعلم انا بشوف انا ما عيرتوش انا يعني قلت له لا فيغيتي قلت له راك كنت عايش من الطواجن هذه راه ماشي عادي راه هادشي اللي كاين ماشي رياليتي خويا ضحكوا عليك اللي قالها لك والله تضحك عليك انا خويا عايش بهاه وبهاه هادشي اللي قال نوريك كاع لا بغيتي نوريك لا بغيتي كاع وريني انا الضريبه نوريك اخويا عادي قلت هو من عند القرعه وهما من عندهم الطواجن اه نوريك عادي انا عايش برزقي ماشي برزق شي حد هادي ماشي بزاف يمكن 130 مليون مغربيه هادي اليوم درتها اليوم درتها بشحال هادي قول 100000 ريال 100000 الله دابا تهب 21 هادي الطوموبيل بس احتك راحتك انا ما كنعيش ارزق شي واحد كنعيش بهادو حاول على كتافك لا تطيح ما بشي ديرها ما كطيحش كتافي كتهز بنادم ما كطيحش ها ويلي فيك متر وعشرين وغتهز بنادم تقطيوة فيها متر وسبعة وسبعين وكنهز اللي عنده جوج مترو كنهز على ظهرك وعلى ظهرونيك شغلك هذاك انا كنهزو على كتافي عندك انا من نجي من نجي لدبي ما تشوفش هادشي كامل ضربت الطر والله تجي وتشوف تشوف الخيال العلمي غير جي اشوف وانا ماشي من هذوك اللي يستغلوا بحال اللي داروا لك في مراكش داروا في جي تصور معانا ودير معانا انا لاجي شي واحد قال لك غنتصور معاك ولا ندير قول لي ارا ما تصورش معاك ارا لا 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 انا ما كنديرش التصاور بالفلوس عادي طابور يا بربي انا من هبطك المغرب وندك ما نعرف شيء انا صافي هادي خلاص واف انت اش فك تصويره بالفلوس شمال لا المره ديالك الصوره ديالي انا نيكي ميناج تاش من صوره راه عاد شويها تكثر من هذيك بعدك بعدك الصلب اللي عندك كثر منها ما عليناش راك حالتك راك شاشه بلا مناقشه غايه بلا دعايه واو بلا ضواو اش بغيت شكرك ريم مراكش ما تناكلش شي طاجين من عندك الطواجن اللي كدير انا دابا كندير طنجيه ديال شكون طنجيه طنجيه ديال الكوكوط ما عندنا ما عندناش فرناش لا زعما واش الغلبي ولا البقري بقري
بقري. انا كتعجبني بالغلمي. الغلمي شوف ملي غادي طنجية انت دابا مغرب ياك، الا درتيها في كوكوط اش غدير؟ غدير البقري مثلا، ما لقيتيش الغلمي غدير البقري وغدير الشحمه ديال الغلمي، الشحمه ديال اللي عرفتيها ديال الديل الاخر بحال الكنور زعما شويه بس بحال الضامه، بحال الضامه البنه غدير الشحمه ياك، وتقوي الخرقوم ماشي الخرقوم سوري ماشي الخرقوم، تقوي الكمون وتقوي السمن الحر بس ما عندك سمن حر ديال الضامه ديالو. وعلاش رد عليه الخبار؟ وعلاش الغلمي مالو؟ واش راجل؟ إذا ما لقيتيش الغلمي كنقولك إذا ما لقيتيش، والبقري البقري ملي كيكون في الكوكوب كيتهرى كيتهرى كيولي بحال هادشي هادشي علاش كان كيطول ديالنا كيكونوا جاو من الخدمة عيانات كيلقاو ضرب لهم في الطباجين. مساكن مساكن كطيب لهم بسم الله مسكين وايد سول عليا راك ها خويا طيب الجناب ولا طيب القناة شغلك هذاك انا بعيد عليك وتجي وين على نجي والله لا صيفطوا لي واحد التصويره هو جالس وكيزومي كيزومي هذا الهضره يمكن 4 ايام 5 ايام دابا مشيت قبل ما نجي مشيت واقيلا الجمعه والله تبصي في التصويره جالس هز واحد الله اعلم كتزوم تاع الشراب باش غنهز انا ما كنهضرش ورا باينه اش غنمشي ندير لافواط لابواط يونس انا كندير خويا ما عمرني هضر في شي لايف نقول راه كيشرب كيدير مستحيل لا غنقول لا ما نقولهاش اصدقائي واش علاش ديالكم علاش شوف من كاع دوك المشاهير اللي كتعرف وهذوك نحلفك بالله انا الراجل فيهم ما رضاش عز ما رضاش اللي غتقيسك غتقيسني يا رب فينك نضحكوا عادي ولكن يجي البراني ويعاير والله تندخل سهلة شدوا الخوت راه يونس هذا راه ماشي لعب راه هذا أشهر من النار على عالم تبارك الله قل لنا أخي واش مغربي ولا إماراتي إماراتي أنا ماشي مغربي يا الله دابا عندهم نفس الهضره صافي قلتها اون فوا دو بور عامين ونص كنسمع خويا يونس واش تقريبا الامارات بغاو شي تيقوا شغلهم هذاك صافي خليهم على انا تنا في الاول اللي ما تيقش خويا يونس انت صنابي عندك ياك انا في الاول ما كنتش متيق كيفاش مشيت تساريت في التيك توك لقيت ما كاينش غير انت بزاف عندهم هاد يعني ولكن واصليني في النيفو نو واصليني في النيفو نو انت زعما كتعرف تهضر مزيان اللي كاينين انا هو الباترون عليهم هذوك خارجين غير ليا من هنا يوصلونيش موجودين علاش عرفتي المخير فيهم شوف المخير فيهم تسولوا على المغرب يتلف ما يعرفش هاد الاماراتي اللي معشقهم هكا داير ديما بصح انا معاشر مع الرجال الرجال عايعين كون مع كون معاشر مع هذوك اللي على بالك اسمع كون معاشر مع هذوك اللي على بالك ملي يهضر معايا يقول لك ويلي ناري مراوي طريقة الهضرة اللي كتعلم علموك بحال المعاطية ما كتهضرش نورمال كتهضر بحال شي شيبان انا المعاطية ديالي وحشان الهضرة ديالي ولكن بلاش يعني تعلمتي مع العيالات ما تعلمتيش مع الرجالة لا هذه ما هي فعل الرجال على المغاربة كيهضروا هكا بسم الله عليك كاينين تريح عشيري فهمتي بيضاوي الله يرحمه تهضر بحال هكا فهمتي عشيري هو بغيتي يهضر معاك بحال هكا عشير راني كاين عشير شمال واش شختي ولا مال شو دمبي راني كاين ما كاينش اللي غيهضر معايا ترى بنادم يصبح نادم فهمتيني راه قاد عليها عادي تقزة المهم انت زوين زوين في جميع حالاتك يونس انت ضروري تجي عندي هنا انت زوين في جميع حالاتك يعني في والله اشوف اذا جيتي لهنا الامارات نديرو لي سوكسي مرحبا نسالي غير فمي ونجي عندكم يا ودي اجي كملوا عندي والله الا فاضي صافي بديت ما يمكنش نكمل انا ما يمكنش نصحت الناس بواحد النصيحه وندير عكسها انا قلت لهم جلسوا في بلادكم وديروا سنانكم في بلادكم يعني خصني انا نطبق النصيحه على راسي راه مشيت للمغرب نيت وكانوا واحد الاتصالات باش نصاوب وقلت لهم لا ديزولي هذا هو المبدا خصني نحافظ على المبدا ديالي صافي قلت نديرها نديرها مزيان بنادم يكون على المبدا ديالو مزيان ولكن انا نسولك يونس
اليوم انت وقعتي في واحد البروبليم صح؟ بروبليم صغير. اش كتنصح الناس؟ تنصحهم اللي تالي عندي دابا يمشوا. لا 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 على السنان داكشي ديال السنان. بارك بارك عليا بيمشي نضرب دوره خليني ما نصحهم والو راه 60 عام. باغي نوريك باغي نوريك واحد العيبه داكشي علاش زدت. يلا وريها ليا بلا ما تزيد. بلاتي انا نجيبهم نجيب بلاتي خلي واكن سمعك هاي خنزي نريحة الخنز من هنا ترى بنادم يصبح نادم الاواخير عشية الاواخير كده وشي هادو ما لبسهمش ما لبسهمش شتا بالله شنو هو ركوبر هادي عشية عرفت شحال دايره في القريعة هل دايره ترى بنادم بنادم يدوخ الى الشافع عشية غادي يسحب لي غيجيب لي شي حاجة بدي لك خنزي سير لا ايزو خويا جواب ورسالة مشاكل صافي حالتك حبل ما تشاي وريني دايرين 200 درهم أولا راه عنده الفلوس باينة فيه بغيت نشوب بغيت نشوب وما خليونيش العرب كيهضر بزاف هما نتوما ساكتين مالو بغيتي يبقى مزيز نخلي اختي يعبر على راسو مالو راه دار مجهود وتعلم واحد اللهجه بحال دوك ديالنا حتى حنا علاش نتوما فاش البراني كيهضر لهجتنا كنرجعوه كيهضر بزاف وانتوما كتمشيو غير مصر كتوليو مصريين كتمشيو فين ما مشيتو الناس ملي ولاو هضرتو هضر هضرتكم ما عجبكم الحال تبقى تهضروا هضرت عباد الله تمشي غير يومين لدبي تولي حتى هي دبيليه تمشي غير لفرنسا تولي حتى هي باوي امريكان واي حتى هما يويل بالحب ده واصلا مغربي ولا صاحبتي راه اماراتي مالكي حمقه راه اماراتي وكنبقي يجلس مع بزاف كيمشي عندهم كيعمر لهم اتاي عاود تعاود ليا وحده قالت لك كيكون كيوصل كيقول لهم الو كيطيب لهم ويدي قرعه شراب ويمشي يجلس معاهم وبقى يسمع من هنا وسمع من هنا وسمع من هنا تتعلم يهضر ولا راه ديالهم غمعلم بحال شكون عندنا حنا هكاك بحال قلتي انت الشكح ديالنا تا الشكح ما معلمش شكون حنايا عندنا داير هاد الفعايل ما عرفتش شكون اللي فيه هاد الفعايل ريبيكا مالها رجع لها رجلها مسكينه وها انت انا كنت جوج عليها والله ما رضى نقولها والله ما نخرج نقولها لكم نكمدها في قلبي ونسكت ويلي نخرج نقول لكم راه تزوج عليها راجلي ريح هي ولا لا مني تنبان انا ديك الشخصيه تبقى تفتح بالليل تبقى تفتح بالليل تشوفي شعرتها موجات باش تعرفي راه عندي سميتو هذاك قولي انتيا بوكلي شعر بوكلي دو ناتور الله شوفي شوفي امك بوكلي بالبادي دي عقدتيني تحبك هي حتى انا نحبها ويلي شنو قلت لها انا انا ما قلت لها والو غير كان ما بغيتهاش تبان في ديك حالات ضعف وصافي تجوج عليك ما تجوج عليك صافي والرسول تزوج على مرته مال خديجة فاش دا عايشة دارت هاد الحالة صافي كمداتها في قلبها وسكتات بين طرات لها رتلها بحال ديك القصة جانا خدا وحدة كبيرة عليه زعما تاجرة وعندها الفلوس فاش دار لها باش مشدة وحدة صغيرة شتي فين كدوز لعيت اختي ما كنعيدوش حنا هنا في فرنسا حرام انا من ضمن حقوق الحيوان ما يمكنش اختي انا نجيب حيوان ما دار لي والو ندبحو على مالي انا ابراهيم
كانوا كيبقاو فيا الحيوانات. الحب ولا ودالا وين ملائك مش بالهدايا وكفاية كنت بقاليك طلباتك. انا دخلت خدامه معاها كتعاود لي لي ديطاي ديال داكشي عندهم. انا كنت غنصايب سناني وقالت لي بلا ما تمشي صاحبتي خدامه معاهم. شتي ايوا دوما النهار اللي عرضت عليك بقيتي تتحشي لي في الهضره تصدقتي. وفين نقبل نحشيك في الدرشان نجي عندك تدابا نش غنجي دير عندك. ايوا انا ما تشوفوك بحال اللي كتجي عند هادوك في المغرب. انت دابا باقي في المغرب ما كنمشيش عندهم. كنمشي لداري. كنمشي لدار ما كنجي عندك. ربي ربي ما تيجيو عندك السوق يجيو يهزوني وحده الدار. اش منك يا بورشات واش منك يا فيراريات واش منك يا مرسيدسات. ربي داك اللي لبستي لا راس هذاك النهار شكون طرني راسي. واحد الخدامه ديال هذوك الناس مثلت على اساس انها امي باش نبان مرضي الوالدي. لا الواعره هي تكون ديك الواعره. هذاك هو الفيلم كله داير على هذوك الناس. عندهم واحد الخدامه وديك بنت هذوك الناس. بنت هذوك الناس عندها مع التصوير. صفت بنت هذوك الناس عندها بنت هذوك الناس عندها مع التصوير. قالت لي ندير لك واحد الفيلم وتقول لي نديروا رضات الوالدين. راك عارف المغاربه دير امك على راسها. ودابا هي خدامه ونعسه داك النعسه وكتبان مرتاحه. ورا غا كملت ديك اللقطه وانا ترجع للكوزين تاعها. كلشي كاتب لك في التعليقات شوفوا مولينيكس مرضي شوفوا مولينيكس مرضي. قلت انا او غادي كيتسالوا داي مع امو. دخلت شي راسي انا عندي مع داك البوسان. شتي انا ماما ما نشوفها شي 60 عام. داكشي ديال تلصاق وبوس فيا وعنك فيا ما عنديش مع داكشي. انا ما عنديش مع داك الطباحيط. انا جبت معايا جبت عندي ماما الشهر اللي فات جلست معايا شهرين. النهار اللي كانت غادا السلام السلام بقيت يقولوا لي الناس بكيتي عليها. قلت لها شنو بكي عليها؟ بكي عليها عندها شي حاجه ضراها. الا محتاجه شي حاجه نبكي عليها. ماما بخير على صحه وخير نبكي عليها. علاش نبكي عليها؟ والله ما كنفهم دوك اللي كيتفارقوا بالبكا كي كيدير. والله ما جاتني الدمعه. انا قلت لماما على خير الحمد لله مصيفطاها فرحانه. علاش غنبكي؟ كانت راكي مسخوطه بحالي بحالك تنديروا داك الشيء فوق الشبعه من الله يهدينا. ويلي راه داك الفيديو اللي طلعت معاك داك النهار بقينا نهضروا على الوالدين كاع خوالي شافوه سبعوا فيا عسبان. ولكن انت ما قلتي والو. انت كنت قلتي والله لا بصح قلتي عندك. انا قلت لي عرفتي واحد خالي ما خلى فيا غير ننسى وسق امك. قولي انا بيني مع امي وانت مالك. ايوا راه الغيره كدوي والله لا. شافوني درت واحد جوج دريال من هاد تيك توك يسحب ليهم راه وصلت للسما ولاو غايرين مني على والو. والله الا معليش هادشي عام تندويش. كنت ندوي كره. انت اش كديري في تركيا؟ ايوا جالسه. شتهم جالسين. شت واحد الربعه جالسين في تقسيم وحده عرفتي السما. لا لا انا ماشي من دوك اللي جالسين في تقسيم. انا هنايا راه متجنسه بوراقيه وكلشي. ياك يعني تزوجتي؟ انا كنت واخده تركي. عندي ولد معاه وما بقيتيش واخده؟ لا شكون قال لك؟ انا غا سولتك اختي بحال كنتعرف عليك. انا ما عارف حياتك. انا ما عمري ما عرفتك كنتي واخده تركي. عا كتعاودي لي دابا غير حيت ما كتسولنيش. انا مجوجه تركي. والله لا. وكذا كيفاش دازت التجربه مع تركي بما ان اختلاف الثقافات؟ شنو اللي جاكي بيزار مثلا؟ خرج العائلات العائلات ديالهم خايبين. العائلات كيتدخلوا بزاف. ايوا بحال ديالنا ديالنا دخل سوق. لا 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 كثار كثار بزاف. انا اختي مجوجه في المغرب ماشي بحال هاد هادو بزاف دوك كيبغيو يعرفوا عليك كل شيء. هذا راه كتركب معاهم غير في الطوبيس تيبغيو يفليوك تيبقاو يسولوك منين نتايا ولا جيتي وعلاش هذا وعلاش هنا وكيفاش تعرفتي عليه وكيفاش. هادو غير الناس في الطوبيس ما كتعرفهم ما كيعرفوك تيبغيو يعرفوا عليك الجدر. عندهم تبركيك داكشي ديال الحرام عندهم بزاف. ولكن الا كانت مثلا مغربيه تعرفت على تركي وغتجي تكون هي وياه الراس في الراس يعني مزيانه كتعيش معاه بخير. ما تجيش عند عائلته. ما تسكنش مع عائلته. داك هي اللي هذا هو الخطا الوحيد اللي هذه الحاجه الوحيده اللي خرجتي بها العائله زعما تركيا كتدخل بزاف. ام شنطه انا عندي ربعه ديال الشناطي زيد عاودها لراسك ديرو مع تحت الناموسيه. ام شنطه شكون قال لك انا عندي غير شنطه؟ عندي ربعه والله. شنو ام شنطه ولا فما دايروا كتبوها لنا معليش. والايجابيات شنو هما؟ بعدين عنده بزاف القضيه ديال الشرع. عنده ربعه تقام مجوجه بيه وخايفه يتزوج عليك. بعدا هذه ما كايناش كيتزوج كنتي هي صافي. القانون ديالهم عندهم مراه وحده المامات بحال النصارى. وهو خلاكي مالو جلس معاك حتى المامات هو صافي. شكون قال لك انا خلاني؟ انا ولدي الله عنده شهرين مازال مجوجه. كنقول لك ولدي الله عنده شهرين.
ما عرفني منين شدوك اختي قلتي كنت مجوزه توحي. ايوا خويا انا حره نقول لي بغيت تنبع فمي. وليتي هبيله كتعاودي الهب ولا راكي انت اللي تبقى له هبيله؟ ويلي قلت لك ما عندهمش يتزوج صدق خلاق انا تا ولدت وصيفتها. معليش قلت شي زين. ديك صيفطني. ما صيفطيك هو الايجابيات انه كيتهلا في المراه ديالو كيجيب لك اللي بغيتيه يعني ما عمره ما يستخسر فيك الحاجه واخا تكون واخا يكون غير هذاك القدر اللي عنده في جيبو غيعطيه لك ما كيبخلوش واخا هما كيقولوا عليهم سقرامين بالعكس الاتراك ما سقراميش. ولكن التعامل معك كامرأة شنو؟ مزيان الحمد لله صافا حسن. بعدا انا كنشوف مثلا اختي مزوجه في المغرب انا الحمد لله كنشوف مثلا كيتعامل معايا مزيان على راجل اختي اللي في المغرب مثلا واخداه مغربي ماشي بداك المعامله يعني انا الحمد لله ديما تنكون في انا ما كنقارنش ولكن الحمد لله يعني بخير. ولكن واش انت هي اختك؟ انا ماشي اختي ولاني كنعطيك مثال يعني مثلا الراجل المغربي مع التركي كيفهم المراه كيكون قريب ليها اكثر كيحس بك اكثر. يلا انت كتقولي شي حاجه كتلقاي مشى طار جابها بلا ما تحتاجي تشكي فهمتي يلا كتلمح ليه كيمشي ينقز وخا يعرف يتسلف وخا يعرف يدير اللي دار المهم غيجيبها لك. والمغربي شنو بالك ما كيبغيش ما كيديرش هادشي لمرتو؟ المغربي شنقول لك المغربي انا با مغربي وامي مغربيه وكلشي ولكن ما كيكافحش يعني ملي كيوصل لواحد ليطاب يقدر يسمح في كلشي يمشي يتزوج عليها يقدر تزادوا عليها جوج دريال ما يعقلش عليها. هنا لا هنا لا دار الفلوس يفكر في مراته كيبغي حتى هي عليها معاه. ولكن هو واش كون قال لك خلاني انا عايشه في دارو وتقول لي خلاني وراه ما عايش معاك ما تكذبيش. قول لي بغيتي قال لك الانسان ما عنده عدم راه باينه على الا كان كيبغيك وكيخاف عليك وكيفرق ما يخليك بقاي مبنده هنايا وما تركين فيهم غشيكي وبق وهادي وخليك دايره التيك توك وقالت مبنده هنايا والدكتوره تهضري مع هذا ويدعمك هذا سيري نوضي تبيع الباب بوش في حدا دارك. تما فاش بقات انه ما كيفهم حتى لعبه نهضر باش ما بغيت ما فهمني لا شنو نقول ولا شنو دايره. انا غير مجرد انك طالعه مع الرجاله ولا لا قبلها عليك تسيري لما كي واخده ولد اتاتورك ياك هما راه شفت العقليه ديالهم كي داير محاله شي تقول شفتي جيتي جلستي سيمانه شفتي اش شفتي شفتهم معقدين يا اختي ما تحكمش جيتي جلستيش بزاف ما تحكمش انا راه 5 سنين وانا هنايا وكاك بقى كنقول راني ما كنعرفش فيهم مزيان. وحتى انت تجربه وحده ديالك وديال اختك دير خرجتي بحكم حتى انا ب6 ايام خرجت بحكم بحال حتى انت راه واحد بدل لك الفكره على الاخرين رجعتي التركي كيفهم مرته ورجعتي التركي وما حالتي وما حاله يديك تحلبي معاه البقر في عندهم شي قيمه فين عند لا دكار ماشي حتى لديك الدرجه ويلي ايوا هادشي اللي بان ليا فين شتي شي وحده متفره دوك اللي مشاو كاملات لتركيا وريني شي وحده من هاد بناتنا. لا الحمد لله الواحد عاوتاني ما يعممش ماشي تهضر بصفه التعميم انه كاع اللي مشاو راهم تكرفصوا كاع اللي مشاو راهم داروا. انا ما كنبغيش نهضر بهاد لافاسون ديال راه كاع اللي مشات لتركيا تكرفصات راه صيفطوا العربيه راه صيفطوا هذا. لا انا صحاباتي مجوجين هنا بزاف الحمد لله كلشي عايش فوق كلشي باحال. حالات ديال الزواج مع اتراك اللي هنا في التيك توك كلهم كيتشكاو وريني شي وحده متفره هذا هو الغلط كتلقاها عاد دابز مع راجلها كتنوض كتبقى تشكى وحده شعرها زعر مقرمطه شعرها دايره كل ويلي هذيك خلاص هذيك شوهت بينا هنايا في النط دابز هي وراجلها تعاود هذيك هي الحقيقه وراها باقا معاه باش تعرف دابا كيفاش راه كدابز هي تنوض تشكي علينا حنايا وتولي تصالح معاه تولي ترجع هي وياه بحال اللي ما كان والو كنوليو حنا اللي خايبين. الله يعينها. ايوا معليش اختي المهم تكونوا مرتاحين. ها شتي هذا هو المضمون كون غير مزيان وما ناقصك خير وبخير. انا راه جات عندي الوالده قالت لي اش غنقول مرتاحه بخير ما ناقصها والو مشات عليا هانيه كتقول لهم بنتي الحمد لله انا هانيه عليها صافي المهم تكوني عايشه مزيان هادشي اللي قالت لهم انا بنتي شان ما نتسنى منها حتى شي حاجه تكون غير مرتاحه وعاجبها الحال وفرحانه هذاكشي اللي باغا. الحمد لله الله يرزق لهنا للجميع داكشي اللي كاين وتهلا لي في راسك وبسلامه ربي تهلا يونس تهلا انت في راسك دابا نلقى ان شاء الله هاد الله يفتاو دار بوم مع العائله هذاك اختي. سافا يونس سافا الحب ولا ودالا وين ملائك مش بال ما عرفتش نقول هذا واش فيك اخويا فيا يا كنا انا في المركز كتفضح فيش تيني انا فيا تيني في مركز تحقق الدم فيك فيا فيك عليهم خسروا على الفلوس جي عندك يا بوح لصقتها فيا
سهيلة. صافا تي دون؟ قالوا ديك المغاربة خرجوا قالوا اون دي سافا بور ايفيتي لو بوركوا. فيروز والديجيتال الله يحفظك ليا فيروز. عندي واحد لافت افت تافت ولا انافت هنا حيت واحد الدرس البارح عرفتي العذاب وقالوا لي ما تكميش من الباح ما كميت راني مقطوعة. يونس شوف اغنية جديدة نورا فتحي. انا نورا فتحي ما عمري ما سمعت لها اغنية قديمة هذيك اللي كانت شتحفها ديالها ما عمري ما سمعت انا نورا فتحي بعدا باش نسمع لها دابا لو اكسجيني والله الا كنديرها راه نصحوني بها هي اللي درت عندهم الصح عرفتي ما عمر ما يسحب لي الديكاباج كاينه قل السنان حتى قالوها ليا كدير داك لو اوكسيجيني وكتغسل به فمك مره مره كيبقى قشكش نيكال. يونس علاش ما تعمتي الشيمه ويا مطابقه على اللايف اللي داروا لها انا هاد صيفطوها لي اصدقائي مدخلينها بسحاره دير لها ديك الدره وداخله وراه باينه سحاره ويلي وهي قابلتها هي داك الدور وطلعت مد في وجهها مالها ما قالت لهم لا اش هاد الدور هذا عطيتوني خليوني ندخل دخله عاديه نلبس شي قفطان ونبان زعما كاين ناس داروها محنيه وكتعزم على داك الورد طس راه والله حتى داروها بالعاني ما تقوليش ليا ماشي بالعاني كاينش داك كيمشي هاد المصادفة حتى لهاد الدرجة ما يمكنش. يونس راجل نهمني ما بقاش باغيني قال لي نطلقوا طلاق اتفاقي عادي شهرين وانا في دارنا عييت من الضرب والسب. يونس راجلني هامني ما بقاش باغيني قال لي نطلقوا ايوا طلقوا. هلا ازيك يا ارجنتيني؟ الحمد لله يا حبيبي انت كيفك؟ كويس جدا. خش جوله والله يا قلبي انا عارف انت هتسلخني سلخه السنين. انت بقى ما بقتش باش مهندس ولا بشوفك على طول في التيك توك؟ انت سبت شغلك؟ قعدت من الشغل خلاص للاسف. يا مودي يسعد الدين مودي يسعد الدين مودي يا مودي ده تقيل يا مودي ملناش دعوه بيه ملناش دعوه بيه يوزر الدكتور. وانت سبت شغلك ليه عشان التيك توك ولا عشان عملت مشاكل يونس كتير هناك ويعني مش عارف اقول لك ايه. انت رجعت فرنسا؟ رجعت. اخرج يا سفيان عشان ما هزقكش. انتوا فاكرين اول مره العب معاه اقول له ومش اقول له الكلام ده خلاص انسوه بخ. يسعد الدين مودي يا جدعان. انت وصلت فرنسا الحمد لله؟ وصلنا اول امبارح ان شاء الله. ايوه بقى رجعنا والدنيا تمام معاك وكله تمام؟ كله تمام يا رب دايما. كي الصقر ارحبه الدبل اهو يا عم مودي مش كنت عايز الدبل 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 ما بيجيش الا مع الناس التقيله. بص قابل يا عم. انت عامل فلتر؟ لا والله مش عارف كذا حد قال لي كده بس بقك محمر قوي مش عارف في ايه برضه حاولت اعمل في الاعدادات بصيت ما لقيتش. يا مودي تسلم ايدك والله تسلم ايدك يا قلبي ملناش دعوه بالدبل الدبل ده مش بتاعنا. شفت الدبل قد ايه؟ 2500 نقطة يا لهوي. انت بتحمل يا مش عارف ليه الدبل بيجي عندك كده يا يونس.
اجمل صعب قصه. بجد. مسيو وليد، ميرسي مسيو وليد. انت لسه فاتح؟ فاتح ايه؟ فاتح اللايف. طبعا ما تخبطش في الحلل عشان ما خبطلكش. لا انا ما اتكلمتش، انا قلت فاتح ايه لايف. لا ما تلمحش وما تتكلمش، اوعى حاضر. اوعى. انت عارف، انت عارف ان انا، لا لا انت حبيبي يعني. لا طالما انت حبيبي وانا حبيبك يبقى احنا مش اخصام، احنا حبايب دلوقتي. بس حاسب على كلامك. طب ما هو بقول لك يا حاجة، صاحبي يا جدعان، ما توقعتش في حياتي ان في يوم من الايام اقدر اكسبه، بس عادي ممكن انضم تقول اجمل حاجة. قصور فرنسا. لا يا مود انت ما قصرت، تسلم ايدك اقسم بالله. انت والله هتصيف فين؟ في اسكندرية حلوة اسكندرية. جميلة، خد بالك انا بإذن الله. انت مش نازل المغرب تاني؟ نازل هتنزل امتى بقى؟ بعد ما اخلص سنين. بإذن الله انا جاي على المغرب زيارة بإذن الله. تأنس وتشرف. جاي تزور مين؟ ازورك انت؟ وانا ما قلت لكش تعالى زورني. ايه ده؟ ما انت لازم تقول لي. أكيد لا لا بتهزر. خلاص بقى انا هروح اقعد هناك يومين ثلاثة، ولو انت عايز نزورك هزورك. ممكن نتلاقى كده في قهوة، بس تيجي بيتي ما أقدرش، أنا مدخلش بيتي أغراب، حرام. عاملك صدفة يا مودي. نتقابل في القهوة، نتقابل في حتة. انت ممكن تكون كتبت حاجة بس ما خدتش بالي، وربنا عشان الكومنتات. مصاريني بتزوغر. انت ما بقتش تفتح بالليل ليه يا يوسف؟ هو انا كباريه افتح بالليل؟ عندك رد لكل حاجة. اللي تفتح بالليل. والله بجد انا بحب العب معاك بسبب كده. وريني يا الجولة خلصت بقى. انا جيت بس اشقر على جمهوري. هفتح بالليل ان شاء الله. مش مع السلامة يا حبيب قلبي، اشوف وشك بخير. هارد لك. يلا هارد لك يا حبيبي. باي يا قلبي. خد الباب وراك. بص الواوا. كي راكموني نكسافا. الحب ولا ودالا والملائك مش بالهدايا، وكفاية كنت بقاليك. شنو درتي؟ فاش يونس؟ لا عندك تلفازة؟ لا عندك تلفازة؟ لا اختي ما عنديش تلفازة. النهار هذا قولوا شي حاجة. فينيكيش. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. تعالوا انتوما. الحمد لله. ازيك نقول لينكس؟ لله الوقت الحمد لله. ما سميها والله بلا بخت ششت. قلت لها دارت تصويرها. من ذا جايونك ياسمين؟ ياسمين كيفكم؟ انتم مناح؟ بالله انتم كيفكم؟ والله الحمد لله. من وين انتم؟ احكي لك مغربي بلا فزلكه، مبين انك مغربيه. قلت لك مناح مناح تاع البيض. جواب ولسان مشاكل صافي دوب مناح، باينة مغربية غمدك مناح. الحب ولا ودالا وين ملائك بالهدايا، وكفاية كنت بقاليك.
انزل يا جميل للشاحة واتمختر كده بالراحة. الوغ جو في شخشي كلكان. مايد يا مايد. السلام عليكم. هذه ساعة ثلاثة ترى رزق. واش كاين شي باك بالتعاوي؟ واش كاين شي جاوي بلا حفظي وصوني ناض؟ عمرك سمعتي شي مجتهد كيقول لك دعي معانا؟ عمري ما لقيت شي مجتهد كيقول لي دعي معايا راه باغي ننجح. غير الكسول الكسول المحتاج الفقير. دعي معايا ننجح. زعما انت ما تحفظيش وانا هو سيدنا الخيضر غندعي معاك والله غيشوف فيا وانت ما تكتبي حتى والو غينجحك. واو معزيزه معزيزه هادي شتي من نيتك يا بط عليك الالهام. كتبت لقيا ما كتبتيش ما غتلقايش واخا يدعيو معاكي في السعوديه. شتي السعوديه في الحج يديروا دقيقه الصمت ويدعيو معاك والله لا تفرتي. انت راكي مريضه انت على طلبك بالدعاوي تحب لك الحرت هذا تحب لك عرس ما يسهل عليك. روح يا مايد وقل له وشتي يا شتانيت لي مهم ما كيدعيو ما كتجي. منال مهبولة شكون رشيد احفظك رشيد اصدقائي تلقونا الوصفة ديال الديكاباج راه ماشي وصفة. فاش كيكون دارك فمك وعندك التمريضة ولا عندك شي حاجة وفي عوض ما تستعملي البامبوش حتى هو كينصحو به. انا لا فارماسيان قالتها ليا قالها لي واحد السيد ومني مشيت للفارماسيان اكدت لي قالت لي ما تكترش فيه بزاف تشليله في النهار خليه يكشكش مزيان فمك وبزقو. طالوني دراع ازرق بالشفط كنت شوفي من بعد اشتكي ولا حالته حاله شتي وجهو كيكشف ولا بحال مجربين في ثلاثة عافيتي قال اه فقصة شتي الفقصة شتي لها تتصل بك مونينيكس ورجعت برجلها شياط لالا العروسة نايل تركت قال له تجوجوا بالالعاب. العرس داز بقليمات متقاطعة بنت قلت لي لا طاحت لك سنة ولا جوج ولا ثلاثة شنو دير؟ وريبي الفم كامل يا بطل زارع البصلة قلنا عادي نمشي نسقهم وننزل عندك وانت غادي تكنفي يا قوم انت مقلنا مشاو طاحوا ثلاثة كاملين غريب القلة. ولكن هذا راه فايتشد العبار قبل ما نجي انا راه طاري له بحال نيبة تاور ما كان عنده تفهم كان سنانو ريبين وعتي اختي راه بينات هو ما ولاها لشي بحال شي مدهوس راه كان باينه فيه كان كيطير. يكشتي ولا داير حاد الراس باينه هو شاد العبار شحال هادي داكشي باش رجع الى بالشوا ديجا بداو له الخدمه. والخرا ما عرفتلاش غاديه وجايه عندكم الصحراء واقيلا راجلها خدام تما ديك في ولات ماسطو تاع الشمع حالتها قلت لك انا جيت على قبل الكلاب جاي تشوفي حبابك ما كاينين كلاب في المغرب راه مالكي لا بالدار لا سيري عنقهم. قلت لك انا جيت على قبل الكلاب شوفي تركت الكلاب توحشت حبابها مسكينه. ولا العروسه كيداري شو هالسميه كي دايره كيداري كيداري واحد وكيتساراو على الدواور. قلت لها انا طحت لك السنه قلت لها غندير محتوى زعما الدقان عليا انا ياك لا العروسه ياك تبهدله اون ديريكت ياك مبهدله قاعد لي مشي لا العروسه بنادم يا ويلي وحديش هاد الجواج تاع القوامل على الراجل اللي يدي امه ومرته لا العروسه راجل ديزولي نو في دوله اسلاميه ودوله مازال محافظه على العكر الفاسي والسمن والجديد كنظن بأن هاد التقاليد ما كتناسبناش كدولة. أنا
خويا راه عندي انا خوتي غدا نمشي نقول لخويا سير دي مرتك لالا العروسه ودي امي غيجريو علينا بجوج تا مريض ندي امي لالا العروسه نقولوا مازال البنت شايطه على حبابها وامك مالها مسكينه تخيل جار امك غادي على خر ايامك ما فيك نفس اللي يشري بارتمان يورا فيها تماره وتشري بارتمان ب 15 مليون و20 مليون ادي امك انت يا بهدل بها ديك 10 ايام تما خليها طيب وتجريو المسابقات وتقاشطوا ويلي دق على بارتمان واخا نكون طلابه واخا نكرينيت والله لا درتها مرتو حامله على سلامتها يا ربي تجيب شي واحد كيشبه النوفل راس النوفل المقفل راه هو قال لك اللي اكتشف النتيجه قال لها عرفنا بانك حامله نورمالمون يسحب لها يجيب لها تحاليل الدم جاب لها هذاك هذاك كان خاش هي عارفه راسها حامله وتا هي دايره راسها مفاجاه سي با فغي على هذاك جيب لها هذاك التيستور تاع الحمل قال لها هاكي راكي حامله على داك فين كان دارو فيك الدين الاولى يعني شتي النتيجه ها ولا درتيه وخباه تجاب لك مونينكس مونينكس طالوني هي جداكم الله نفس الملاحظه اختي راه غابو هالو هالو كيفك كيفك روان منيحه انت كيفك منيح روان من وين انت جنابي من لبنان لبنان انا كمان من لبنان بس عايشه في باريس وانا كمان عايش بباريس شفت كتير مصادفات بيني وبينك اليوم شفتك اليوم انت كنت ماسك ارجع عم بتغني بالطريق حطيت لك انا 2 يورو صح ايه ومن وين جبتيهم انت ل 2 يورو من راتبي من شغلي من التيك توك شلحتن للداعمين اعطاك اياهم هيداك ورا شو اسمه ورا الصيدليه شفته شو كنت عم تعملي ورا في الصيدليه قبل ما تيجي عندي كنت قاعده مع اختك عم بشرب قهوه لا لا صدقه قرب العيد كانت شغاله بالصيدليه انت كنت ورا كاندوم وحطيتي اشتريتي كاندوم اسمعني رحت اشتريتي كاندوم انت مزينه يا مو كله ابو الصيف يا مش قد بشبه ابو التركيب هذا مصلح تشوشات كله مصلح الدش يا والله كاني هو انت كنت تصلح بحلب تشوشات دش تصلح بلبنان بعت لك اطلك ان شاء الله من جهه بدك في اطلك شو قد تشبه ما تطلع جنبون انا ما بغلط على حدا لا في محترم يقطع عمرك يا وسخ طلع على موديلك ولا مثل قفا الطنجره وليك في اطلك شو انفجر لك بدمك؟ بدك ترجعنا للوطن؟ انت بدك ترجع لبنان؟ بدك ترجع انت شو هالهدف؟ بدك ترجع حدا عطاك شي كفين؟ خلص ببجي قرب 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 لعندي ولك كنا مفكرين لبنان حلوين بس وقتها طلعت الساحره هيدي ما شفنا جمال لبنان شو هالهدف التعبير؟ خلص طلع طلع على موديلك يا رب دخيلك كاني سفينه بيطلع كوم تركب في وشك كوم تركب هلا هيك بالسفينه يا شباب قد ما عملت اجرك ولك مثل نمرة وشك لبت انت كلبت انت بدك ترجعنا للوطن انت بدك ترجع لبنان ميك امك اختك هيك بدك 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 انت زلمه انت لك انت رجال انت انا رجال اذا نستند على زلمه هو انت ولد صالح يدعو له انت انت ولد صالح يدعو له اذا امه ماتت هدي انت بدك تدعي على امك يبعث لك قتلي راحه يبعث لها داء ما له دواء جايه سخنه بس حميتها وبردتها يبعث لها الهم حيجي لي مطنوخ نزلت للبحر الشماس الحلوة فين جيت حسن السلام عليكم وفين عزيز هاني صافا أصدقائي الهدايا كمل أيه والله لا قاطعتنا اش كنا كنقولوا فين كنا كنقولوا فين وصلنا حسن خلي عندك حسن والله لو قالت لي السلام عليكم قالت لي داير محتوى على انا محتاج نتوما خرجتوا من لالا العروسه زعما شاركتوا سيروا التقن فيها ما عمر ما شفت انا شحال هذه فاش كنا كنتفرجوا في لالا العروسه كاع ما كانوا موليها كيتشهروا كيتزوجوا كيستو كيعيشوا حياتهم في الخفاء ما بقينا كاع كنشوفوهم نتوما لالا العروسه فرعتوا لنا الكرموسه طحتوا بقيتوا طالعين لنا غير اللي نجح في شي حاجه يبقى فرع ربحتوا وثلاثه سميتو
لا لا، العروسه ومشروع جواز، وخا خاصكم غير باش تبداو حياتكم. ياك بديتو حياتكم سيرو سكنوا في ديك الدار اللي عطاوكم، هنيونا مصداعكم والله. الا سكنوا لينا هنا تيقوا مشاهير. اي وليت اللي داز في العروسه مشهور، هي تا دوك ديال الاهداءات تاع الصيف اللي كان كيقولوا كنسلم على ماما، تا هو مشهور. اي ويلي يا الهبيله لا تقوليها. وصحاب مداوله تا هما خصهم يتشهروا، وصحاب سميتهم الاخرين سميت غير مداولة، تا هادو خصهم تا هما يتشهروا نيت على هاد الحساب، وماشي هما اللي ربحوا. هانتي وكاع ما ربحوا فرعوا الناس، وهانتي شوفي مختفون، والله الا مختفون. قصة الناس امودو صافي، اللي داس باش برنامج يولي مشهور. هي اللي جب قالت لك غادي دير الشفط، هو داك جاروا مجرور. ايوي لذاك الراجل المسكين باينه سامحين فيه حبابه، ما عرفتش علاش، عندي احساس انه متخلى عنه ولا فيه شي ديفو. مقود. هاي عمري روبرتو، ويضا ذاك روبرتو توحشتك. عاقبوني سكتي برك. شنو درت؟ وعلاه تسبهم؟ خليهم هما ينحضروا وانت ما تنحضرش. ايه وش ندير، قتلي مانيش ديال سانك يا علاشانك. وكبت جمجمه يا روبرتو، حنا النوشات. شوف حنا وسعنا المؤخ بالك الضمير، خاص يكون واسع، خاصك تقبل اي حاجه يقولوها لك. قال لك نقش، قول له اجي نقش عليا. ماشي هادي، انا هو غزلني، انا حبيته يسمع وسخودنيه وما كلاش. لو صخره عايش اليوم على بالك، حتى اليوم راني صبحت كيما يقولوا عليك. ايوا صبحت ملي كنت معاقبه. شحال شحال عاقبوك؟ 10 ايام. يا رب. على بالك ولات كي نخرج برا وندخل الحبانت اللي عندهم ضواوي، المشيات تلف لي حتى الموالف في التيك توك. الله يا رب الله. وكي ما حكمكش اكتئاب؟ نو نو صافا. ورجعتي لشغلك بعد القديم، خطفتي بليصات شي شويه، رجعتي بعد الخدمه ديالك القديمه؟ بيان سور، مازال نبيع ونشري، مازال مازال في السوق عامل ديواني، مازالني على ديداني، مازالني بخير عليا، مازالني بقدري وشاني، وشكون قال طاحت بيا، مازالني بقدري وشاني، وشكون قال، مازال عندي الإرادة، مازال سألوا ناسي وجيراني. إرادة عندك؟ الإرادة واه إيه، عندك الإعادة أنت مش الإرادة. ها أعطى بادي عصافي. واه ما تبانش عليك. شريت واحد الشخص على البحر لك، شوف كيفاش داير. راني لابسو دوكا، ورينا. واو جاك يهبل بصحتك. هذا ما نلقاش اللي لابسين كيما تاعي في البحر. بيان بحال زعما تبانش كاش بحر مولينات. بحال فوق من كيلو 106. واو والله الا 106 جاتك مع الكيلو مع الشخصيه. عندك تنقص، خليك 106 على طول ما تنقصش. واه النمر خطافت، ما كنقول لك واش ما خطافت. دابا يشوفك ابو هاشمي يقول له عن اجا عندكم الجزائري يموت على النمر. بصح ابو هاشمي يحب لي زيسكاربان روج، صباط طالون احمر ولبسيه له. مالك انت ما عندك كرافح؟ يا اخي انا الطالون يترتق. شنو؟ لا ديري طالون على قياسك، طالون يترتق ان شاء الله يترتق. زيان العفريت والله. ما اشنو دير لوجهك زيانيت؟ والله غير ما ندير له والو، عندي بك واحد جال نيتوايون دوك نوريه لك. والله ماشي زعما جال نيتوايون بالطباع ولا عادي، غير من ورده شغلو مانتي هذا. واه
عرفتو سكان كرين كرير سكان كرير بصح حتك وراحتك وين هو اللي مكتوب ليا يكون شريكي في الحياة نهدي له قلبي وهلا ليكون معايا راضية به وراضي بيا وين هو وين هو لهلا لمنين يطلع ليا هذه الطريقة الصحيحة باش كنغنوا المالوف ولا المنحون ما كيحلوش فمهم كيبقاو غير سادين ما قلت لك غنية تاع المالوف هذه غنية قديمة من 1700 العنوان تاعها هي على دير ديك الساعات كانوا الأطراف آيا بالعرج يا طويل القايمة يا ربي حفظك روبرتو نتلاقاو أنا شارجر لهنا أرا اروح لهنايا اغلق الباب يلا روبرتو نتلاقى في العشية ارواح ارواح طحاني راح بوعزوجتي ليل كدا بالارش خصني نوض نطيب شي حاجة ناكلها هما قال لي ما تمضغش بزاف سلام سلام حلومة لبس عليك كلشي بخير صاحبتي جالسة حدايا قالت لي صيفطي المولينكس مرحبا ولا قالت لك صاحبتك روحي راسك في الواد تلوحي ولا قالت لي طالع حيت انا اول مرة كنطلع لايف مرحبا اول مرة وقال اول مرة ديري تا الدرة ما زيدي راه ما وصلتيهاش وقال تعطيك لا زعما ما فهمتش انا اش معنات هذوك جوج صغيبات ما فهمتش بغيت نفهم التوبة التوبة قريبة مازال يلا غادي في طريق التوبة يا الله يا اما دخلوه كامل يا اما خرجوه ما فهمتش انا كنت خلوه لا لا غيدخل 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 شوفي انا نهار ندير الدرة غنديرها واو جات ولكن باقي الشعر كيبان انا كنت سمحي لك شي يومين وتشوفي انت راه برك باينه مشطاجك مكرطاه من هنا عادي انا بنت ورانا ولد نو هو اللي يدري هو اللي دري انت ولد وباغي دير باغي دير الدره يا اختي السترة مزيانة للدراري والبنات ياك قال لك ربي استاتير استرك المهم غطي راسك يا ولد بغينا نسال يا صاحبتك هاي يا صاحبتي هلا بعدا يوم مقتنعة براسها ماشي بحالك يا نص نص ما عرفتي راسك لا من هادو ولا من هادوك ما عرفتي راسك كافرة ولا مؤمنة هي بعدا خارجة على طاي طاي لا زعما عادي صافا صافا يونس تا هكا عادي شغلك هذا كيضحك معاك فين كتسكنوا غابة غابة وراكم غادي لانيش كتسناو البعوت تما في الغابة فين راكم حنا قدام واحد الصالون كنتسناو النوبة باش نصيبوه هاد الغابة هاد الغابة الرباط الرباط كابيتال واش كديروا في حياتكم؟ اوني دي زانفيرميير بارك الله انفيرميير والضفار غتقمشوا المرضى نو ايوا جابكم انتوما ماشي ضروري تجي ديري ديري ماشي ضروري اذا جيتي الصالون دير لي فوزون نقول شي حاجه قالت لنا كنتو اليوم في انوي ديال السونتر ماشي ضروري ديري لي فوزون نقول او موان تجي ديري واحد مانيكور ولا بيديكور ايوا مانيكور باش تمشي ديري الدواء الحمر وتقلبي المرضى بلاش تا تكوني معروضه غادي غضيعيهم عام على نكول تبقاي تمسحي لها نكول تطير لك اش فايده الزواق وانا فرمليه ايوي لا لا اختي هادشي اللي عطاها مسكينه وفرملي اش غدير بمانيكير مسكينه وراه ما كتخدميش بيديك نيشان هذا من حنا كنا مسافرين نو زعما هو قال لك حنا مسافرين اكزومبل لا ما كنديروش في الخدمه فوالا انا كنهضر على الخدمه لا ما كنديروش في الخدمه نو انتوما ما خدامينش نو فوالا نسحب لي خرجتو من الخدمه ديروا وراجعين نو لا داكشي انا ما عمري ما شتي شي فرمليه بهذا الشيء ولكن كاينين والله يا بليزيور
اللي ما كيديروش خدمتهم، اللي شفتها دايره الدفار وماني كره فما تخدمش خدمتها انيتان، ما غدير دواء الحمر، ما غدير الكول، ما غتبقى تبعكك تمايا. صح صح واخا دير اللي قات على بال دغوا طاغيزون. فاتي ربي يخليك عويناتك. ايوا موليني انت في فرنسا ياك؟ لا يلا جيت البارح مزيان بعدا فرمليات مهنة زوينة. صافا لي ميو تيدو. مازال مازال عاد بديت لي عاد بديت لي اسمع حيد حيد هاد الفوقي وهذا دابا هذا محيد داروا لي بروفيزوار السيمانة الجاية غنحيد هاد الجهة، السيمانة الجاية غنحيد هذا، السيمانة الجاية غنحيد هذا، حتى يوجدوا ليا كاملين ونركب كلشي. ايوا خويا الله يشافيك الله يشافيك. عرفتي عرفتي اصدقائي الطارئ التحيه دنري شحال صعيب بزاف 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 بزاف. كيفاش بس دابا كيبدا عليها كيهرسها كيهرس لها الميناء ديالها بديك فن 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 كيدور كيشقها، ومني كيشقها كيبدا كي عاوتاني واحد الاحساس. اه ناري بزاف والله البارح تكرفصت. نو موفيز افير او ليو تسمايل موفيز افير دارو ماشي غير موفيز افير، خصوصا موفيز افير فاش كتكون عند ناس ماشي اكفاء. وي تا غيزون. ما كان شي واحد خدم خدمته مزيان راه ما توصلش لهاد النتيجه اصلا في 3 شهور، باش انا كون غير درتهم شي 4 سنين ولا 5 سنين نقولوا راه دوزوا لك ما عندك ما تقول، راه عادي ما كاينش شي سنان كيدوموا ديما الا الاوريجينال. ميم با 3 موا ولقيتي اوبتان هاد لا ريزولتا. صوبتهم انايا في 19 مارس لو 19 مارس ما كاينش 3 شهور ورا النتيجة. رانا أول البارح في لايغوبوغ كنت غير كناكل مضغت هكا تطارو لي جوج طريفات حطيتهم قدامي كيتزيرو ما عرفتش يمكن لحقاش ما كيكون ملي ما كيكونش الفراغات بين الأسنان كتحشر الماكلة وكتخليهم يطاطقو. وي جي كومبري. أنا كنت كنحس به مزير من الليل كنحس به مزير، قلت واقيلا يمكن غير كيضرني ولا غيكون شي أبسي ولا شي حاجة، لا غد لي غير داك ويطاطق كتبعصص. خلي أختي تبعصص بصح حتى تبعصصي تانتي إلا عرفتي ليه. ايوا خويا يونس الله يشافيك و الله يعاونك انتما بون كوراج. شكرا ليك باي باي ميرسي. الله يعاون. حلمت بك البارح. اش حلمت بيا كندير؟ كنت جا عندي واحد خونا في الخاص قال لك ومني فقت نادم معايا الحال شو الهضره كيداير. قلت له كي جاتك الحق قلت دازت واحد 3 ايام وما عطاش نكتب ليا، ونكتبت ليها اجي قال لي لا علاش، قلت واقيلا انت، قال لي لا ماشي انا، قلت الله يا رب الله وليت حلم الشباب المغربي، الناس يحلموا بهيفا وإليسا وبوحظك كيحلم حاويني. واو واو واخا ندم المهم حواني. هاد راه غير الدخله ديال الحوايج 5 دقائق وصيفط لي ميساج قال لي عافاك واحد صاحبتي راه حاله اللايف، وقلت لي راني كنهضر معاكم تيقاني ممكن تجي عندها اللايف. اه شوفي الدخله كي دايره قاش انا عارفني. واو وعيبنا واحد وداك على ربي الحلم يتحقق. فمك فيه الديفو حبق لداركم زربانة راكبة في الترامو وديرها اللايف ترى اختها تتوصل لداركم. الحلم أصبح حقيقة والله إلا بغى يحقق الحلم على ظهري. واش شفتي فاس؟ لا مازال ما كتبش لي نشوف فاس. والله العظيم أصدقائي إلا واحد السيد كتب لي أغنية وكل شيء غير الوقت قلت الوقت كنت غنسجل أغنية. والله إلا كنت غنسجل أغنية، عندي الكلمات عندي كل شيء وجدنا اللحن وكل شيء على طالوني، الساعة ما بقاش عندي الوقت. ما كانت غتكون أغنية واعرة. دابا نشوف معايا الا باغي يخلص ليا شي بي الي وروتور نهبط نسجلها ونجي. والله الا اغنيه زوينه. سلام يونس. سلام كي داير بخير؟ لاباس. امور هانيه؟ هانيه. كي غادي مع السنينات؟ السلام عليكم. بونجور. كيفك داير؟ صافا الحمد لله والله رحمة ربي. واه رحمة ربي باينة عليك. علاه علاه شي باينة عليهم؟
زعما باين عليك رحمه ربي، راك شباب يا رب. الله يبارك، الله يحفظك، شكرا. شاب انا بيك. منين سقسيك تمشي انت تمشي وهو ومولينيكس هادو نيشان ماك ما عرفتكش على بالك قسما بالله ما عرفتك، راك داير دار الشر ما بنتي والنواضر وجهك كاع راك مدرقه. واه راني ابوني هذاك الكونت تاعك سي بون. واه ربي يحفظك. وانت ما ديرش هكا ندير انا توجور ندير وقت المبادرات سافرك غايه. واه صافا. منين في الجزائر يا اخو؟ مهرن بوسفر بلاج. وهران مرحبا بك صاحبي، ربي يحفظك. وهران وري لك وين نسكن. وريني وريني ساعه دقيقه نطلعني في البلفاني في الريت شوسيني طلع طرد بالخوف نتاع غير طروازيام نوري لك النظره. تعرف الجزائر انت جزائري انت ديجا انت مستغاني ضروري الجزائر احلى ما احلى على بالي دار دارك خويا مرحبا بك. انا عندي ديار نكري في البحر بوسفر بلاج. واه عندي لي اف 2 لي اف 3 مرحبا بك صاحبي انت روح باطل من عندي جيب الحاجه وروح ورينا نجيب الحاجه. اش من حاجه ما لقيت فين نجيب الحاجه؟ حاجه ندوها للحج نجيبها عندكم انا يا هبيله الحاجه وروح راه عرس. وريني وريني. واه صاي طلعت المهم على عيت عيتني ايوا راه بزاز لك كبار خصك دير رياضه. شو ولا صاحبي قلت لك اياك انت تجي خشين تجي سمين شويه خصك تنحف تضعف شويه. والله والو والله لا ها نورمال صاحبي ها ماشي سمين خويا سبورتيف صاحبي انا. واش بان ها واو والله لا غير تريكو خادعك. مشي تريكو مشي تريكو كي شغل قناه ندور لك لاكام سوف تتمنظر اخي كريمه. وريني وريني مرحبا بكم بيه. واو انا كوميساريا عندنا الامن والامان راك تشوف بحر هذا الشط هذا الشط على الرمله وهنايا كيما حنا اللي نسكنوا هنا نعوموا هنا هنا تحت مور هذا الدار اللي جاي اون فاس ليا لا فاليز نلعبوا زعما. هادي تعرف لي زوندالوز وي ها راهي راك تشوف في الكومبلكس ها هو البيض كومبلكس هاي لا ميامي بيتش نيو بيتش هادو كاع مرجان تاع العسكر ها ولا هادي هذا كومبلكس تاع لي كوميسير وكاع تسمع بها بوسفر بلاج مولينكس؟ باوي شوف واو حالته. هذه جزيرة بالوما تعرفها؟ بالوما اه 7 كيلو من تما بالجاسكي دير 4 مينيت 5 مينيت. فيها الناس فيها الغاشي ولا خاوية؟ فيها لا ما يسكنوش فيها تروح تما تفوت نهار لا جورني كاين اللي باتوا عندي ولاد حوما يباتوا كاين اللي بصح شوالا كاينة حاجة مولينكس كاين الناموس فيها مقود وفيها طوبات سيتادير غير في النهار نباتك شغل صاري لها كيما نقولوا راك في غابه اللي تحرز روحك. زوين زوين لا كلشي انا كيعاودوا لي كيقولوا لي المناظر الطبيعيه زوينه تما. واه مزيان. واش اسمك نبيل؟ يا رب تشرفت بك. شحال عندك من سنه؟ 32 بارك الله. ولدي عنده 9 سنين اه ما راه عند امه هو يجي نجيبه غير الويكاند شاولا هذه المره قالوا لي زعما يجي السبت ولا الاحد باسكو صايد دات فاكونس يقعد مع امه في الويكاند هيا ويجي عندي انا 3 جور 3 جور في السيمانه 2 جور 3 جور يبات عندي مطلقين. واه علاه ما قعدتوش في رحبه؟ انا طلقت بكري انا تزوجت صغير تزوج كان عندي 22 عام وطلقت في 2019 كان عندي 28. وعلاه طلقت؟ تقدروا نعرفوا المشاكل باش يتفاداوها الشباب شنو كان؟ اسمح لي غادي نفهمك حاجه معليش كون نحكي لك مشاكل تسموني نفضح روحي ونفضح بنت الناس عندي ولد معاها زعما سبب رئيسي للفراق ما تفهمناش مكتوب الله ثاني معليش هذه هي اي انا خط انا عندي انا البارح وحدين صحابي دخلوني معاهم لعبت معاهم جوله انا خاطيني انا ندير لي جاست صح انا نلعب معك جوله بصح ما ديريش احكام انا ما نبغيش ندير احكام لا ما نلعبش دابا جوله انا في النهار ما نلعبش حتى ترجع بالليل دابا ندوز غير نتعرف. لا معليش معليش انا مادا بيا نضحك انا وياك خير من نلعبوا جوله تا الليل تا الليل ما نلعبوش خير مليحه خاطش تربحني وانا ما خاصنيش احكام. واخا بالليل ونهضروا اي انا ندير لك ابوني ونتلاقوا في الليل نبيل بسلامه. لي زوم لي زوم ربي يحفظك بسلامه. الله يحفظك. بدا كيتقلى المنظر مسكين. انا عرفتوا اصدقائي الا كنتوا واعرين قولوا لي علاش طلقاتو يا راه اللي كيشم لي الزوم
ناري هاد منين يكثر بزاف. جواب على لسانه مشاكي صافي.